مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم. إن شاء الله إن شاء الله بدون مقاطعة هنوصل أفريقيا، بس السؤال الأهم هنوصل عشان نعمل إيه؟ يعني ما هو بالحسابات كده صعب جدا منتخب مصر بلاعبته بتاريخه ببطولاته بتصنيفه ما يوصلش كأس أفريقيا في مجموعة فيها أربع فرق هياخدوا منها أول وتاني، ومعانا توجو وجزر القمر وكينيا، ولا إيه؟ الكلام اللي أنا بقوله ده مش منطقي. على كل الأحوال قدامنا وقت وعندنا سنة زي ما قلت لحضراتكم في منتهى الأهمية. معنويات لعبتنا بالتالي مفترض انها في السماء، يعني سواء المحترفين اللي بيلعبوا في دوري انجليزي، سواء المحترفين المحليين اللي لعبوا في اهلي في زمالك في بيراميدز، واصلين لنهائيات البطوله الافريقيه. وبالتالي انا بيتهيالي انه الانبوت او المعطيات اللي احنا نحطها في المعادله مفترض انها تطلع صوره اجمل بكتير جدا من الواقع اللي احنا شايفينه. ازاي ممكن يحصل تعديل مسار وازاي نصحح مسار في توقيت مهم جدا وفي سنه بيتهيالي من اهم السنين، خصوصا انها جايه بعد ظرف استثنائي ظرف الكورونا. كابتن شريف طبعا اهلا وسهلا بحضرتك مره ثانيه. تصحيح المسار يبتدي ازاي، وشايف انه ممكن ده يحصل من مباراه توجو اللي جايه، ولا الفاصل بين الماتشين صعب شويه على كابتن حسام يقدر يعدل او يغير او يحاول يجدد دماء الفريق؟ خلينا نقول احنا بنلعب بهدف، هدف الحصول على 3 نقاط امبارح واللي جايين كمان، دول بيخلوك ل8 نقاط متربع على عرش بتاعه. عندك أيوة. مباراه بره ومباراه كينيا هتبقى ومباراه جزر القمر على ما اعتقد هي اللي هتبقى الاخرانيه هنا. ما عندكش مشكله زي ما انت قلت. ماتش 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 الماتش الجاي بتاع توجو بحاجة، كينيا بتلعب جزر القمر النهارده. كينيا عندها 3 نقط. متعادلوا الماتش اللي فات. اتعادلوا الماتش، ممكن يتعادلوا النهارده ويريحوا. لو كينيا كسبت النهارده جزر القمر هيبقى كينيا 6 مصر 5 جزر القمر 5 وتوجو لوحدها 1، فتوجو بالنسبه لها ماتش مصر اللي جاي هيبقى انت كده حياه وموت. طيب ده حقيقي يعني انت هيروحوا. بس انت حكايه انك تكسب توجو او أيه. تطلع بنتيجه ايجابيه دي مش صعبه، هي انا وانت مسكنا دلوقتي الخلل فين. أيوة. الخلل في التحضير بتاع هجمة مصر وتحركات مصر، مش خلل فني. الخلل ده جوه الملعب إداري من اللعيبة نفسها، إدارة اللاعب لنفسه. بقى اللاعب يلعب إزاي بيبقى كل همه أنه يلعب باص سليم، إنه مش بلان، يعني ما عندوش تحضير. أنا ليه بلعب الباص ده وليه هنروح ناحية تانية، ليه ما بفضيش ناحية الشمال عشان نودي العين ناحية دي وتتلعب الناحية التانية. كل ده اكيد بيتقال في المحاضرات وكل ده اكيد بيتقال، انما اللاعب نفسه مش مؤهل غير للسفر والماتشين 48 ساعه زي ما انت بتقول او انا بقول او الشارع المصري بيقول. اللعيبه متعامله كانها موظفين، لاعب موظف في الملعب وخلاص، انما مش صاحب شخصيه، مش رئيس مجلس اداره. يعني كل واحد لازم يبقى رئيس مجلس اداره نفسه جوه الملعب، وده اللي بيحزنك انك انت عندك الامكانيات كتير قوي وعندك كل حاجه ومتوافر لكل لعيب. الحقيقه ان هو ممكن يطمع لنفسه في مكانه احسن من اللي هو فيها، والكره بتديله وعنده حاله بيحصل لها مش على الضعيف بقى، لا انت النهارده اضعف من الفرق اللي موجوده في مصر دي توجو دي، لازم الشكل ده يبقى عنده هو نفسه. الافارقه لحد النهارده محمود ما بيعرفوش يقفوا في الملعب، الديفندر بتاعه ما بيعرفش يقف، التناول ليه والبلانات اللي هو كل اللي حيلته كان هناك بيعمل ايه هنا عندنا في مباراه امس، انه بيحاول يحضر نفسه لاي شوطه بيشوطوا جامد جدا، يمكن لو راحت بين البروات مش حدش هيشوفها. انا اقسم لك بلادي لو راحت بين الخشبات اللي هو الطريقه اللي عملوا بيها دي أيوه. ممكن تقابل هذا الشكل هناك. ان هم ما عندهمش امكانيات غير كده، مش شايف انا لعيب يقدر يحضر للي جاي واللي جاي. هم ما بيعرفوش يقفوا واحنا ما بنعرفش نوصل. لا واحنا لا احنا يعني دي قصه برضه لازم تتفهم يعني. احنا رد فعل.